هذه المنطقة المباركة التي نحيا بين ربوعها، المنطقة الممتدة من جبال ترى حتى النيل، كان لها حظا وافرا ذات يوم لكي تكون موت أقدام القديسين، وقد عمروها بالكنائس والأديرة وعبقوا سماءها ببركات صلواتهم، ودفن في ترابها أجساد عمالقة الإيمان، ومنهم شفيع كنيستنا البار القديس العظيم الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك.
اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئة كما في السماء كذلك خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال مطران كرسي المعادي وتوابعها أهلا بنيافتك وسط ولادك وسط شعبك الآباء الأجلاء وشعب الكنيسة مرحبا بكم في كنيستنا الحبيبة. تعالوا نرجع بالزمن لسنة 94 لما كانت الكنيسة قطعة أرض صحراء حلم صاحبها الأستاذ جرجس كامل جرجس أن تصبح كنيسة، ولأن طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها استجاب الله لصلاته وحلمه أصبح حقيقة وتم إنشاء الكنيسة في يناير 98. ولكن نتيجة محاربات عدو الخير سمح الله بإغلاق الكنيسة حوالي 4 أشهر، وبصلوات مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث وتعب أبينا نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال تم إعادة فتح الكنيسة وإقامة أول قداس بها يوم 18 أكتوبر 1998. والنهاردة بنحتفل بمرور 25 سنة على هذا الحلم اللي أصبح حقيقة، والأرض اللي أصبحت سماء، والخدمة اللي بدأت نبتة صغيرة والآن أصبحت قرم كبير. ونحاول أن نكلل كل الجهود التي تعبت من أجل إظهار هذه الكنيسة في هذا الثوب الجميل. تعالوا معا نسترجع ذكريات جميلة ونعرف أسرار تذاع لكم لأول مرة عن تاريخ إنشاء الكنيسة. وأول زيبت كلمة ترحيب باللغة القبطية لنيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال. وتيماتي نمقراشي اهلا وسهلا بكم. اوتيماتي نمقراشي بالنيب امنريت افا دانيال بمتروبوليتيس المعادي. اهلا وسهلا سيدنا الحبيب الانبا دانيال مطران المعادي. في ازمر اوتين جي اف نوتي افيوت ام بتشويس ايسوس بخريستوس في ايتي كطائب اشاي انتي بفناي اف ايك ان اومان اي سو او نم ان ارفتي ازفو ازفيتين. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة جعلك راعيا ومعلما لأجلنا. تنشبهمت إن بنودي إن سيوني في إي إهري إي جنسينو إي جن بأهمت إن تي إفنوتي إي تفطيف نوتين خن إيسوس بإخريستوس إز في إن بجانتش إن التقسيس إن تابي متروبوليتيس. نشكر إلهنا في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح لأجل نوال رتبة المطران. تنشوشو إمك جئنسك بي بيمان إيس وقو إسنانيف. نحن نفتخر بك إنك رعينا الصالح.
قوات شوشو جي انسوك بي بنصاخ انصافي في اي تفشفتي انتي في بسيكي اي اهري اي جي ني اي سو او. ونفخر انك معلمنا الحكيم الذي يبذل نفسه عن الخراف. بتشويسي في مي بكهيت راشي نم اونوف انسيو نيفين انتك ارهو او نم هوب نيفين اغاسون. الرب يملأ قلبك فرحا ونعيما كل حين لتزداد في كل عمل صالح. إفنوتي انتقد فيه في اي تجرك هجين بكسرنس ان هنميش رومي نم هنسيو اين هريني كون. إله السماء يثبتك على كرسيك سنين عديدة وأزمنة سالمة. إجوك إيفول إن سي إس أواب إي تقتين هيتيك إيروس إن جي إفنوتي إيفول هيتوت في إم متقرش إيريفس كطاب في أوش إس أواب أووهم مكاريون. مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي ائتمنك الله عليها من قبل إرادته المقدسة التوبوية. إكإموني إم بكلاوس خن أطوفو نمقوم يسمين. راعيا شعبك بطهارة وبر. بتشويسف إي أري إيرو خين أوهيريني نم أوزوكسيني خين تككلسية انتي إفنوتي إس أواي. الرب يحفظك في سلام وعدل في كنيسة الله المقدسة. شاني رومبي بالنيب إم مترو بوليتيس أفا دانييل. إلى منتهى الأعوام يا سيدنا المطران الأنبا دانييل. أجاي خين بتشويس بالنيب أفا دانييل. كن معافي في الرب سيدنا الأنبا دانييل. دلوقتي هنقدم لسيدنا هدية عبارة عن فوتو بوك. تصوني سيدة دي فوتو بوك بيحتوي على كل الكنيسة وكل الذكريات القديمة من سنة 94 لنيافتك. تفضل تصوني. لا تهمل الموهبة التي فيك. تيميثاوس الأولى 4:14. الكنيسة كل يوم بتقدم مواهب كثيرة لأولادنا اللي عندهم طاقات ومواهب كبيرة. معانا النهاردة أحد هذه المواهب اللي نبتت في الكنيسة بذرة صغيرة وكبرت في حضن الكنيسة. معانا النهاردة تسوني مها موريس وقصيدة بعنوان جوه كنيستي. باسم شعب الكنيسة بنحب نقدم كل الشكر والتقدير نيافة الحبر الجليل سيدنا الأنبا دانييل على المحبة العظيمة اللي قدمها لينا من خلال بناء وتعمير كنيستنا. لقد قدمت لنا يا سيدنا الأهل لمن لا أهل له. قدمت لنا العنوان لكل تائه. قدمت لنا المشفى الروحي لكل مريض. قدمت لنا الشمعة التي أضاءت لنا الطريق. شكرا سيدنا الأنبا دانييل. عشت في كره ورفض لذاتي سنين وسنين. يمكن كنت شايف نفسي من الملعين وما حصلتش حتى إني أكون شجر التين. كنت فاكر ان كنيستي مجرد ابواب وحيطان صوت اجران نار وبخور في مفاتيح وفي تصاريح اما الشكل العام مستور. لكن بين رؤيتي بره وجوه ما ينفعش يتحكي في السطور. اصلا انا كنت عايش ميت روح الخدمه في عيني مغمور. جوه كنيستي شفت أبونا مليان حنية وبركات وخشوع وبيوعز أفراد ودموع. في القداس ما يقبلش كلام في شماس بأساس ونظام وفي خدام لولاد وشباب واللي بيمسك درس كتاب واللي بيدرس إبتي وألحان وفي خاطي داخل ندمان
خارج تايب بخشوع مليان، جوه كنيستي خادم موهوب ناكر ذاته، مرة تشوفه متشدد ومرة تشوفه مرهوب، بس هو كمان محبوب، هو في نظري أعظم خادم يمكن يكون الكاهن القادم. جوه كنيستي شفت حياة، شفت ميت أمن موته بعد أبر خطية سنين. جوه كنيستي كاهن فاضل لما شافني عايش في الضلمة مد لي إيده واداني شمعة، قال لي لو عارف إنك هتجيني خليك واضح وما تسرحش وارفع صوتك ما تخبيش، ما تفكرش إن أنا مش عارفك، عارف لما تتوه أو تسرح جوه الضلمة برضه أنا شايفك. أنا عايش بسمع في كلامه وادخل فيه زي الأحلام، واعرف مين بيقول من قلبه واعرف مين بيقول أوهام. قال لي على حاجة مهمة، اوعى في يوم تلعن ضلمة، أنا لو منك أولع شمعة، شمعة ممكن تنهي العتمة، ما تكسلش عافر كافح ما تخليش، نور ضلمة قلبي بسرعة وعرفت أنا سر الشمعة. جوه كنيستي جسر عبور، فرق كبير بين إنسان عايش في الضلمة وبين إنسان عايش في النور. عارفين إيه سر كنيستي؟ كنيستي طول عمرها ثابتة قوية، واشهدوا إن إلهنا فوق فوقوا العالم يفوق، من يجي 25 سنة وشوية لسه هنبني أول مبنى حب عدو الخير يحاربنا بحيلة وكدبة وخدعة رضية، يمكن حتى تبقى قضية. شمعوها بشمع أحمر وافتكروا خلاص كده منهية، لكن سيدنا ومطرنا حبيبنا أسد وسط المحنة، فهم الخدعة وكشف الكدبة وبت صلاته ويا صلاته أصبح لليها وجود ولدية. ما أبواب الجحيم ما تقدرش عليها، دي كنيستي طول عمرها ثابتة قوية. لا يأخذ أحد هذه الكرامة إلا المدعو من الله. عبرانيين 5-4. يوم 23 مارس سنة 2000 كان يوم عيد، وهيفضل في قلوبنا هذا التاريخ ولن ينسى، لأن فيه تم صيامة أول كاهن للكنيسة، وهو أبونا المحبوب القمص إبراهام عبد الله الذي أصبح أب ومرشد لكل الشعب، وجذب بإبوته كل البعيدين، ونمت في عهده كل الخدمات في الكنيسة، وبصوت العزب جعل للقداس الإلهي رونقا وأدخل للصلاة بهجة، وأصبحنا نأتي للكنيسة لملاقاة الرب يسوع الذي طالما جذبنا إليه من خلال صلاته المفرحة وعظاته الروحية وطيبة قلبه وحلاوة لسانه مع كل إنسان. والآن مع كلمة القمص إبراهام. حالي النسل، في الحقيقة أنا أصغر من أن أتكلم في وجود سيدنا وأباء المكرمين وشعب الكنيسة المحب، لكن حابب أبتدي معاكم بكلمة بعض الآيات من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول لأهل أفسس 5-19. يقول كده: مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم بعضا في خوف الله، نعمة الله الآب فلتحل على جميعنا، أمين. في وجود نيافتك يا سيدنا وفي وجود أبائي ما ينفعش أتكلم، لكن الضرورة وضعت عليا فأتكلم في دقائق معدودة عن الشكر. وإحنا النهاردة في احتفالية شكر، أولا لرب المجد يسوع ولنيافتك على تعبك ومجهودك الكبير في تشييد هذه الكنيسة وإنشائها ووصولها للي احنا فيه دلوقت، ولكل الآباء الموقرين اللي تعبوا وخدموا في هذه البيعة قبل أنا ما ترسم
وما زالوا بيخدموا لغاية النهاردة، ولكل الأراخنة من خارج المعادي ومن داخل المعادي ومن أبناء الكنيسة المباركين، وكل الخدمات والخدام والخادمات اللي أعطوا من وقتهم ومن جهدهم، وكل من ساهم في إنشاء هذه الكنيسة من إنشاءات أو خرسانات أو أعمال سباكة أو كهرباء أو إضاءة، أو أعطوا من أموالهم للكنيسة، الجميع أعطوا بسخاء. الرب يبارك حياة كل من تعب وخدم وقدم في هذه الكنيسة. شكر يا أحبائي هو تعبير عن محبة الله لنا وعن فرح الإنسان وثقته في الله، وكلما نعتبره أمور عادية هي عطية من الله محتاجة أن احنا نقول له شكراً يا رب. علشان كده الشكر محتاج حاجتين مهمين جداً، أول حاجة الإيمان، وتاني حاجة الحب. الإيمان معناه أن أنا متأكد طول الوقت أن ربنا بيدبر كل شيء. وإحنا لما ابتدينا الكنيسة هنا كان مبلغ بسيط جداً، لكن سيدنا ابتدى وقال ابتدوا وربنا هيدبر كل شيء، وده فعلاً كان ده إيمان من سيدنا وإيمان من الأعضاء اللي اشتركوا أول مجلس في الكنيسة إن ربنا هيدبر الأمور. الإيمان معناه إن ربنا إحنا اللي فيه النهاردة ده عطية من عند ربنا، مش مجهود مننا. الإيمان معناه إن ربنا وثقتنا فيه إن زي ما ابتدى العمل في الكنيسة هيكمل معانا المشوار للنهاية، لأن إحنا ابتدينا عمل لكن لسه عندنا حاجات كتيرة في الكنيسة، عندنا تشطيبات كتيرة في الكنيسة. الإيمان معناه أن الكنيسة هي منارة بتوصلنا للسماء، وهو ده هدف الكنيسة الأساسي والمهم في كل خدماتنا. لما يكون كل كلامنا، لما يكون كل تعلمنا وخدمتنا فيها الشكر، يبقى قلبنا مليان بالإيمان. الشكر محتاج إيمان، الشكر كمان محتاج حب، والشكر والحب بيفرحوا قلب ربنا ويفرحوا الكنيسة. الكنيسة اللي ما فيهاش حب يبقى فيها انقسام، فيها تحزب، يبقى فيها احزاب. لكن بطول ما في محبه في الكنيسه، طول ما الكنيسه تبني والمناره بتاعتها تعلى للسماء واولادها يوصلوا للسماء، كل ما نشكر اكتر كل ما كنيستنا تزداد في الصلاه اكتر، تزداد في الصلاه اكتر والعباده. اللي يشكر ربنا ويحب ربنا ويحب الناس عنده قدره كبيره جدا على العطاء. عشان كده الشاكر عنده إحساس بالرضا، وهو أكتر واحد يدي غيره ويساعد الناس. اللي دايماً يشكر ربنا يساعد الآخر، يبص لأخوه المحتاج، دايماً يدور على أي حاجة يعني تقربه من ربنا. إن ما كانش صلاة هيكون الآخر المساعدة إنه يشوف أخوه محتاج يهتم بيه. كمان كل ما يكون في محبة في الكنيسة ده بينعكس على شعب الكنيسة، ينعكس على شعب الكنيسة. إذن الإيمان والحب بيطلعوا أحلى شكر، بيطلعوا أحلى شكر. شكرا ليك يا رب على محبتك، شكرا ليك يا سيدنا الحبيب سيدنا المطران المكرم الأنبا دانيال مطراننا الغالي على محبتك وعلى مجهودك. شكرا لكل الآباء اللي حضروا النهاردة، كل الأراخنة والإخوة اللي تعبوا وساهموا في الكنيسة وقدموا تعب وقدموا خدمة وقدموا محبة. ربنا يبارك حياتكم، ولإلهنا المجد الدائم للأبد. دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الأطفال هم بذرة اليوم وثمرة المستقبل، ولأن كنيستنا الواعية بتهتم بالأطفال وبترعاهم، معانا النهاردة الطفل بافلي هاني والطفلة ميرا حسام صلاح هيقدموا لنا سكتش بعنوان حسن نجاح. أنت تعرف كنيستي عمرها كام سنة؟ أيوة أعرف، عمرها 25 سنة، وعندنا أب كاهن خدم أولاده بثبات وعمره ما انحنى. أيوة أعرف،
ونفسي عنده أقف، مش علشان أنا صغيرة حد يقول إني بخرف. لا، قولي اللي في قلبك وإحنا أكيد هنصدق وصفك. وصفي؟ وصفي ليه إنه حنين ولما يشوفني يضحك ويبوسني، ولو تعبان عمره ما هيبين. تعرف إن سيدنا الأنبا دانيال هو أساس الكنيسة دي، وبصلواته مخليها قوية. أيوة أعرف، وكمان كبرها لينا وخلى كنيستي زي مدينة، وفيها مكان لدرس كتاب، وفيها كمان يوم للألعاب. تعرف إن كنيستي هي بيتي التاني، وبيخدمني فيها باص ومينة وتصوني أمان، وعلموني فيها إبتي وألحان. أيوة أعرف، وكمان علموني إزاي أقف وأصلي، وإزاي كمان أحب عدوي وأغفر وسامح وأعترف، وأبونا يديني الحل. طول عمرك يا كنيستي عظيمة، ومنارتك عالية ولها قيمة، تعيشي يا كنيستي دايما لينا، تعيشي وتعلمينا ومن فضائلك تدينا قوة وإيمان وحسن أمان. إذا يا إخواتي الأحباء، كونوا راسخين غير متزعزعين، مكثرين في عمل الرب كل حين، عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب. كورنث الأولى 15:58. هذا هو بالحقيقة أول مجلس تكون في كنيسة الأنبا أرسانيوس، وقد كان مجلس خدمي بالدرجة الأولى، وكان على رأس القائمة المتنيح القمص بيشوي بشاي، وصاحب فكرة إنشاء الكنيسة المرحوم الأستاذ جرجس كامل، والأرخن الفاضل المتنيح الأستاذ مكرم ياسا، والأرخن المتنيح الأستاذ يوسف يعقوب، والأرخن الأستاذ عزت ملك. أطال الله في عمره، فهو أكبر أعضاء المجلس سناً والأقدم في المجلس، وهو دائماً يقتضي بآية ينبغي أن هذا يزيد وإن أنا أنقص، مع كلمة الأرخن الأستاذ عزت ملك عضو مجلس الكنيسة. عظم الرب معنا فصرنا فرحين. الليلة دي من زي أي ليلة، كانت بدايتها من 25 سنة. أهلا وسهلا يا سيدنا، سيدنا الحبيب والحكيم في كل شيء، أبونا المطران جزيل الاحترام نيافة الأنبا دانيال. وأهلا بآبائي جناب القمص الموقر إبراهام عبد الله، وجناب الأب الموقر القسم نس سعيد كاهن كنيستنا. وأهلا بكل أحبائي الحاضرين معنا، بكل آبائي الحاضرين معنا، شرفتونا وباركتونا في هذه الليلة الجميلة التي زادت حلاوتها حضور كل الحضور معنا. وأهلا بأعضاء مجلس الكنيسة الموقر وكل العاملين بالكنيسة. كل سنة وانت طيب يا سيدنا بهذه المناسبة الحلوة الجميلة المباركة، وكل سنة لكل آبائي ولكل الحضور وأنتم طيبين ودائما فرحانين ومحتفلين بأحلى المناسبات. وعقبال اليوبيل الذهب يا سيدنا قريبا بعد 25 سنة. كلفتني لجنة اليوبيل بأن أحكي على قدر ما أتذكر، حيث إن الضعيف بين إخوتي الذين فرقونا وكانوا هم الأساس في كل هذا العمل، هذه أعمالهم
وهذه ثمرتهم وهذا هو تعبهم. الكل تعب بس تعب بحب وبذل وعطاء. أما عن المجلس السابق يعني تم اختيارنا ازاي؟ أبونا المتنيح بشوي بشاي رشحنا أمام سيدنا، فإحنا كنا في شركة النشا جنب الكنيسة، فسيدنا بعت للأستاذ يوسف وبعت لي وفاجئنا بهذه العطية الحلوة. وحضرنا للمقابلة وفوجئنا بهذا الترشيح وقبلنا بفرح وسرور. وقد تم وكانت اللجنة برئاسة طيب الذكر أبونا القمص بشوي بشاي وأحبائي الأراخين المنتقلين الأستاذ مكرم ياسة، أستاذ جرجس كامل، أستاذ يوسف يعقوب، وضعفي اللي أنا مش عارف بقعد لحد دلوقتي مش عارف. المهم اتفقنا على طريقة العمل وطبع إصالات التبرعات وبإرشاد سيدنا والتنسيق مع نيافته وحجز الكنائس لجمع التبرعات. فكانت لنا جولات وصولات في كثير من الكنائس، كنائس القاهرة وخاصة منطقة شبرا والترعة وجزيرة بدران ومصر الجديدة وألماظة والكنيسة البطرسية. كنا نذهب مع سيدنا في صوم يونان بالذات سنوات كثيرة معهم. وعن جولاتنا في بعض الكنائس، مرة رحنا كنيسة الست العذراء في روز الفرج، وبعدين عشان الكنيسة دي كان فيها أبونا ميخائيل داود الله يرحمه اللي هو كان أب اعترافي، فسمح لنا بأن احنا نجمع الفلوس. فكان في كاهن على ما أذكر اسمه أبونا بولا، كان لسه مرسوم جديد، بتكلم كلمة عن العطاء وكانت كلمة قوية جدا، وفي الآخر قال إن في كنيسة برة عايزين نثبت لها العطاء بتاع شعب المنطقة. فعلا تدفق علينا الشعب كله بتاع الكنيسة وعطانا بركة كبيرة وطلعنا بيها يعني مستورين من هذه الكنيسة. ومرة تانية في كنيسة مصر وشبرا رحنا نجمع الفلوس فرفضوا، قالوا لا ما فيش جمع. طب ايه الحل؟ احنا جايين من مسافة من المعاد وكده. فقالوا لا، انتوا تكتبوا طلب والطلب دوا هنعرضه على المجلس، اذا وافق ان يديكوا يعني زي معونة كده ولا مساعدة اتصل بيا بعد جديك بعد 15 يوم. اتصلت بيهم بعد 15 يوم ففعلا المجلس وافق واعطانا شيك ب5000 جنيه. 5000 جنيه في وقتها كانت فلوس يعني كانت ليها قيمة. دي من ضمن الحاجات. وشفنا حاجات كثيرة جدا، وزمايلي اللي كانوا معانا في اللجنة برضو كان ليهم يعني اتصالات وليهم وقفوا كتير واترفضنا. كان كنيسة مريمينا بالترعة لأرض الطويل مرضوش خالص يخلينا نجمع فلوس. ومرة كنيسة كليوباترا في مصر الجديدة برضو المدير المالي اللي هناك رفض يخلينا نجمع خالص. يعني الكنيسة تعبت وخدامها تعبوا، واللي جدوا معانا واللي كانوا في ناس معانا بتخدم تاني كانت مساعدة للجنة. يعني في محبين كانوا بيخدموا معانا مساعدين في اللجنة. أحب أديكم فكرة يكون معلوم لديكم أن هذه الكنيسة هي بكورة أعمال سيدنا. يعني بكورة أعمال سيدنا ظهرت تحت رعايته وبركته، تمت بخير بعد مجهود وتعب أثناء تشييدها، وتدخل الرب في حلها. وليس لنا أن نتطرق
لها فهي ذابت ذوبان الجليد، ونشكر الله على اللي احنا فيه الآن. الآن وصلنا إلى وضعنا الحالي بمجلس جديد مدعما بشخصيات محبة للمسيح متفانيين في خدمتهم وعطائهم وكلهم بركة. معلش أشكركم على الاستماع، لحسن الاستماع، لو أنه قليل ولم أوفي حقه كما يجب أن يكون، لأن هناك الكثير والكثير. اذكروني بصلواتكم عند احتفالكم باليبول الذهبي لهذه الكنيسة المباركة. كونوا معافين في الرب يسوع والرب سلام. قد حان الوقت الآن لنعرف أصل الحكاية. تعالوا نشوف مع بعض فيلم وثائقي عن تاريخ الكنيسة يحكي لنا كيف كانت وكيف أصبحت. أنا مش قادر أكمل، خد الأرض هاي وابنيها. بعمل مصنع للسجاد. مصنع للسجاد. شمعوها الشمع الأحمر. الكنيسة قعدت مقفولة حوالي 4 شهور. ومن هنا كانت نقطة البداية. الرئيس حسني مبارك امر بفتحها. لاول قداس ان انا اصليه في الكنيسه صليت. دول الاب لما يبقى واقف لابنه يشتغل. طبعا فرحه كبيره يعني وفرحه عارمه. جيل جديد يستلم الخدمه ويتواصل مع اجيال المخدومين الشباب الصغيرين يعني. هذه المنطقه المباركه التي نحيا بين ربوعها، المنطقة الممتدة من جبال ترى حتى النيل، كان لها حظا وافرا ذات يوم لكي تكون موت أقدام القديسين، وقد عمروها بالكنائس والأديرة وعبقوا سماءها ببركات صلواتهم، ودفن في ترابها أجساد عمالقة الإيمان، ومنهم شفيع كنيستنا البار القديس العظيم الأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك. بسم الآب والابن والروح القدس لإلهنا واحد، تحل علينا نعمته وبركاتهم الآن وإلى الأبد أمين. أنا سعيد جدا أن ربنا يدانا الفرصة أن احنا نحتفل ب 25 سنة على إنشاء كنيسة القديس العظيم الأنبا أرسانيوس بطرة. لما نشوف قد ايه الصعوبات اللي كانت موجودة وربنا قد ايه كان بيسندنا وربنا قد ايه كان بيكبر، نشوف نعمة ربنا وسند ربنا قد ايه وغير الشعب القبطي في هذه المنطقة وفي كل المناطق الاخرى على انشاء هذه الكنيسة. احد الاحباء الاستاذ جرجس كامل كان ساكن في المعصرة وكان له أرض هنا، فاهتم إن هو من غير ما يقول لحد ياخد الأرض ويبتدي يفكر إنه يبنيها كنيسة. أخذ الأرض بدأ يشتغل فيها، بدأ يعمل خرسانات لبشة وأواعد، فقالوا أنت بتعمل إيه؟ قال لهم عشان يريحهم، قال له أنا بعمل مصنع للسجاد. مصنع للسجاد. طبعا هو الاول كل يقول له يقول له لا ده احنا هنعمله مصنع، هنعمله مصنع ملابس. بناء عن تبرع من الاخ جرجس كامل المتنيح، كانت عباره عن 400 متر سلمها لسيدنا الانبا دانيال، عباره عن قواعد خرسانيه وعمدان فقط بس. فجي وبابا قال لا احنا لازم نكمل بس صح بقى، فراح لسيدنا الانبا دانيال مطران المعادي، وبعدين جالي قال لي انا الارض دي نادرها انها تبقى كنيسه، انا مش قادر اكمل، خد الارض اهو وابنيها.
ومن هنا كانت نقطة البداية. وفعلا خد أرض اللي هي أرض الكنيسة حاليا، وبنى عمل الأساسات وبنى العمدان. كان الأستاذ جرجس كامل نفسه يعمل الكنيسة دي باسم العذراء. سيدنا أنبا دانيال قال له لا، المكان ده يصلح لكنيسة باسم الأنبا أرسانيوس، بصفة الأنبا أرسانيوس كان عايش في جبل تورا. أستاذ جرجس كامل عضو لجنة الكنيسة، سكرتير لجنة الكنيسة، واحد من المحبش حد يتكلم عنه، لكن هو كان البذرة الأولى والنواة الأولى وأول خطوة في هذه الكنيسة. لازم يكون في مجلس كنيسة عشان يخدم هذه الايه هذه الكنيسة. قعد مع متنيح أبونا بشوي بشاي، الأخ جرجس اقترح شخصيات لمجلس الكنيسة. كان في مجموعة من مازال منهم بعض الناس على قيد الحياة كانوا متحمسين للفكرة، وكانوا كلهم مجموعة واحدة جايين من المعصرة وملتصقين مع بعض وبيحبوا بعض، وأشهد أنهم كان لهم حماسة شديدة في إنشاء الكنيسة. نفس اللجنة بتاعت الكنيسة وبقت تحجز في الكنائس عشان نجمع تبرعات. فروحنا كنائس كثيرة في القاهرة، زرنا حوالي 41 كنيسة. أنا فاكر كويس كنا احنا لبنينا تبرعات من كنيسة، وجينا لقينا ارباع ارباع كده معظمها. فبقول لسيدنا الأنبا دانيال، بقول له يا سيدنا ده ارباع، فقال لي ما هو ربع على ربع هيبني الكنيسة. وفعلا ده اللي حصل، واتبنت الكنيسة ونشكر ربنا الحمد لله. وكان عم جرجس يتفق مع الكنيسة اللي احنا هنروح لها قبلها بيوم عشان الصبح نروح محدش يعني يبقى معترض يعني. بعد كده بدأنا سيدنا يوجهنا ان احنا نصلي فيها. صلى سيدنا في الكنيسة دي في عيد القديس الأنبا أرسانيوس في شهر مايو سنة 1998. ده أول قداس صلى سيدنا، تقريبا كان يوم 21/5/1998، كان عيد القديس أرسانيوس. فكان في جدول معمول كده للأباء الكهنة، كل يوم حد يجي أب كاهن، فكنت أنا باخد الجدول ده وتواصل مع الأباء، نظبط المواعيد، نعرفهم المكان وصلي معهم القداس. قبل القداس الأولاني اللي صليناه في الكنيسة، سيدنا اداني خبر ان انا ممكن احضر معهم اول قداس. انا ما اعرفش ليه سيدنا خبرني يعني، لكن يمكن عشان اسمي أرسانيوس على اسم القديس وشفيع الكنيسة العظيم الأنبا أرسانيوس. يوم الأحد 31/5/1998 ده كان أول قداس. وبعديها سيدنا قال كل الأباء يبتدوا يشاركوا في الصلوات في الكنيسة. فعلا صلى بعد كده يوم 7/6 أبونا أرسانيوس، ويوم 14/6 المتنيح أبونا أنطونيوس، وبعدها يوم 21/6 صلى أبونا رويس رويس. دول الأربع قداسات بأربع حدود اللي اتعملوا بعد القداس اللي عمله سيدنا الأنبا دانيال. وحصل مشاكل مع أمن الدولة وشمعوها بالشمع الأحمر. الكنيسة حزنت وتعبنا كلنا وزعلنا، وعملنا تلغرافات وعملنا شكاوي. الكنيسة مقفولة، فإحنا عايزين نعمل استغاثات عشان يفتحوا لنا الكنيسة. بعتنا رسائل كتيرة وخطابات للدولة للرؤساء اللي هم مجلس الشعب والشورى، ومسالكنا مسالك شرعية كتير، لكن ما كانش فيه استجابة. وكانوا الأمن يضربوا إيد على إيد، إزاي دي اتبنت كنيسة في هذه المنطقة، إزاي الناس دي ما تعرفش. وطبعا سيدنا حاول بكل استطاعته إن هو يشيل الشمع الأحمر ده عن طريق مكالماته للأمن. سيدنا كلفني إن أنا أصلي نفس القداس بتاع باسم كنيسة الأنبا أرسانيوس في كنيسة مريمينا في كوتسكا،
وكنت بصليه أنا كل حد، كنت أنا اللي بصليه. وصلت الصوت لقداسة البابا شنودة الثالث، فالبابا رفع الأمر للجهات العليا، فالرئيس حسني مبارك أمر بفتحها. لكن الجميل والمفرح أن يوم الأربع 14/10 سنة 1998 لقيت تليفون جاني من سيدنا نيافة الأنبا دانيال بيقول لي أنت فين موجود سيدنا؟ قال لي سبقني على كنيسة الأنبا أرسانيوس. فرحت جدا، أنا ما عرفش نزلت إزاي ولا جريت إزاي وجري على الكنيسة. أنا كنت سايق العربية بقول عايز أوصل بسرعة أشوف الحدث الجميل ده، أن هم هيشيلوا الشمع من على الكنيسة ونرجع نصلي في الكنيسة مرة تاني. وجينا جري هنا بسرعة كلنا، ولقينا الشباب المنطقة كمان جه بدأ يفتح الشبابيك، وبدأ الناس فرحانة وزغرية أن خلاص فتحنا الكنيسة تاني. الناس كلها اتجمعت من كل حتة ودخلنا الكنيسة وصلينا صلاة شكر، وصباحنا الصبح جه أبونا أثناسيوس فوزي كاهن كنيسة العذراء وقديس أثناسيوس بدار السلام، صلى أول قداس هنا في كنيسة، وكان معاه أبونا دانيال جرجس من نفس الكنيسة. بعد ما جه سيدنا يمشي أنا كده قلبي كلمي، قلت له سيدنا على فكرة أنا عايز أصلي قداس بكرة الصبح هنا. قال لي يا أبونا ما أنت شايف الكنيسة متطربة محتاجة وقت كبير علشان ننظفها. قلت له الشباب سيدنا هنا عندهم استعداد يبيتوا فيها وينظفوها، بس نحط رجلنا في الكنيسة ونعمل قداس، وإحنا استلمناها منهم وعملنا على طول قداس تاني يوم الصبح. وبعدين لما الكنيسة هنا ابتدت تتفتح في 98 لقيت سيدنا بيقول لي ايه رأيك ما تيجي تخدم في الكنيسة دي. أبونا أبراهام كان إنسان مكرس، كان بيخدم في عدة كنائس في المعادي، خدم في عدة كنائس بأنواع خدمات متنوعة. هو إنسان هادي، خادم حقيقي، حافظ للألحان، والناس بتحبه بالتعامل بتاعه. فكرنا إن هو يروح يخدم هناك فترة صغيرة. سيدنا قال لنا تعالوا نصلي القداس بتاع يوم الأحد 18/10، والقداس ده كان رائع جدا لاني كانت اول مره سيدنا يرسم ابدياكن في المعادي. كان الثلاثه اللي ترسموا ابدياكن هو ابونا ابراهام، كان اسم اخوه الثلاثه الاخ بؤطر عبد الله، والاخ ثروت نعيم حاليا ابونا كيرلس، والاخ ماجد رؤوف. الثلاثه دول ترسموا ابدياكن في القداس بتاع يوم الأحد 18/10/1998. في الفترة اللي كنا بنصلي فيها هنا في الكنيسة بعد رسمتي ابدياكن مع القدام، كنت بنزل افتقاد لشعب الكنيسة، وابتدت من هنا بقى ترشيحات تتم بقبول شماس بؤطر عشان يكون كاهن للكنيسة. فكانوا طبعا ادى سيدنا الأنبا دانيال الخبر لقداسة البابا ان احنا مرشحين حد للخدمة في كنيسة الأنبا أرسانيوس. ركز اكتر في منطقة الأنبا أرسانيوس وبدأ يجمع الشعب ويزور البيوت ويجمع الشمامسة ويحفظهم لغاية يوم الرسامة بتاعة الكهنوت يوم 23/3/2000. بعد كده ابونا ابراهام طبعا هو تولى مسؤوليه القداسات والكنيسه والخدمه. والحقيقه ابونا ابراهام اسس خدمه جميله رائعه في المنطقه، وحبب الناس في الكنيسه وافتقد المنطقه كلها وجاب الناس كلها للكنيسه. سيدنا حدد ميعاد الرسامه، وده كان يوم خميس. فسيدنا بعت لي يوم الاربعاء بالليل كده وقال لي تحب تختار اسم ايه؟ فأنا قلت له اختار اسم داود. فأنبا دانيال بيقدم الترشيحات بتاعتنا بالأسماء، فالأنبا يونس قال له لا، كل واحد يختار ثلاث أسماء. فكان أول اسم داود، والتاني بيمن، والتالت إبراهام. كل اللي قدامي سيدنا البابا الورق قدامه، فندى أول اسم جاء عندي وجاب من الآخر. وده كان كنت حاسه ان ده اختيار الاسم من ربنا يعني. Oh,
كنيسة الأنبر سانيوس يوم 12/7/99. جيت كانت كنيسة دور واحد، ما فيش أي قطعة الأرض اللي هي فيها المنارة وفيها المبنى المدارس الأحد. كان بيت متساوم بالجيران كده، كان واطي قطعة الأرض اللي برا اللي فيها بيت المنارة دلوقتي، وده فيه عبارة عن كله مكاتب وكله فصول للتربية الكنسية. أتذكر إن مرة كنا بنصب بالليل، كانت المنطقة كلها يعني أو كان معظم المسيحيين كانوا بيبقوا قاعدين هنا في الكنيسة، وهي الناس شغالة يعني عشان خاطر كانوا بيقولوا لازم ناس كتيرة تبقى موجودة يعني، فكنا مقسمين نفسينا، كان في ناس الصبح وكان في ناس بالليل. زي ما سيدنا البابا قال، حاولوا تاخدوا كل الأماكن اللي حوالين الكنيسة. ونشكر ربنا اشترينا البيتين اللي ورانا واتبنوا الحمد لله ودخلت في الكنيسة، وكمان مبنى الخدمات نشكر ربنا برضو دخل في الكنيسة. جه سيدنا وقال قطعة الأرض اللي ورانا دي حتة كبيرة حوالي 335 متر، قال عايزين نعمل فيها مبنى للطلبة المغتربين. فبعدين قالوا طب والدور الأخير ممكن نعمل فيه كنيسة صغيرة لخدمة الطلبة المغتربين هيبقوا في البيت. بدأنا في التعمير، بدأنا في الحفار. قلت لسيدنا أيامها ان الموضوع هيكلف مش أقل من 3-4 مليون، كان على أيامها بس. وبعدين قالوا ماله أمين الصندوق معك كام؟ قال له معنا 200,000. فأنا طبعا ضحكت، 200,000 ايه وانا بقول 3-4 مليون، يعني موضوع فرق كبير. فهنا سيدنا علمنا درس، انت تبتدي وتسيب الباقي على ربنا. احنا مرينا بظروف في المباني طبعا كتير قوي مع الامن، سواء في المباني اللي بنيناها طبعا مباني الخدمات او بيت الطلبة او الكنيسة اللي فوق الجديدة دي، بقى وقفوا وقفة جامدة برضو باشارات من امن الدولة، وجب وقفوا ازاي تبنوها ومشاكل، وعدنا في الشارع وعدنا نتكلم ونتخانق، وبعدين اتحلت المشكلة كالعادة يعني شوية مشاكل مشاكل مشاكل، وبعدين يجي وقت يقول لك يلا وبنيناها وخلص المبنى وفرحانين بيه دلوقتي وبنستخدمه كله نشكر ربنا. وجينا من الكنيسة تحت لحد النادي الأمبدليان وابونا برقام بالضف وبالزغاريت في الشارع، بقت ماشية في الشارع زغرت من أول الكنيسة لحد المبنى وانا ماشية زغرت. فسيدنا تعب حقيقي، وقفته معانا وبرشاده، وكان بيقف معانا ويجمد قلبنا يعني. برضو الأب لما يبقى واقف لابني يشتغل ويبقى مطمن. بعد ما اتفتحت الكنيسة وابتدت القداسات تكون منتظمة، طلب سيدنا انه نبدأ خدمة التربية الكنسية، وقعد فعلا مع سيدنا أبا دانيال ومع الدكتور مجد عزيز، وابتدينا نفكر. وكانت ملاحظات سيدنا انه
نبتدي نختار مجموعة خدام. طبعا يفضل خدام القريبين من المنطقة الجغرافية للكنيسة. نبدأ بخدمة تربية كنسية لمرحلة ابتدائي فقط. أستاذ نجيب رزق أول حد خدم معانا في خدمة مدارس الأحد ومسك مكانه الأستاذ جاك جرجس كأمين خدمة عام. بعديه جه المهندس ماجد مكرم. بعديه برضو جانا الأستاذ ذكري وهيب. وبعديه مسك التصوني منال فوز وما زالت موجودة لغاية دلوقتي. بدأنا في شهر 2/9/99 مدارس الأحد المسائية، كنا بنعملها يوم الحد. كان بيحضر معانا عدد من الأطفال الصغيرين، احنا كنا مركزين مع الأولاد اللي اتولدوا في المنطقة. بعد شهور قليلة خالص انفصلنا. كانت حكمة سيدنا ورؤيته انه نبتدي بقى نأسس الخدمة. بعد انتظام الخدمة تحولت المدارس الأحد من يوم الحد قبل الرسامة لغاية ما ترسمت ابتدت بقى ترجع الخدمة تاني، فابتدينا نعمل مدرسة أحد يوم الجمعة. الخدام بتوع مرجرجس رجعوا تاني مكانهم، بدأوا يستعينوا بمجموعة من إعداد خدام اللي هم في مرجرجس وساكنين حوالين الكنيسة الأمبرسانيوس هنا، فبدأوا ينزلوهم خدمة يخدموا في المكان وهم في إعداد خدام في مرجرجس. تولت الخدمات بعد كده يعني زي ما قلنا ابتدينا من خدمة ابتدائي، ودي كانت أول بداية الخدمة في كنيسة. وبعدين بعد الأولاد ما طلعوا من سنة 6 دخلوا إعدادي، ابتدينا خدمة إعدادي. وشوية كده مع الافتقاد ابتدينا نلاقي في أولاد في ثانوي، فابتدينا نجيبهم الكنيسة ونعمل لهم خدمة. إلى أن الأمور تطورت بقى وبقى عندنا خدام كتير ومراحل بقى ابتدائي وإعدادي وثانوي. بالنسبة بقى الخدمات اللي نشأت بعد كده، يعني خدمة الحرفيين بدأت قبلنا مترسم، وكان مسؤول عنها المهندس عادل مخايل ومعاه مجموعة من الخدام. أول الرسامة ابتدى ان هو ينزل افتقاد للمنطقة كلها، وقال ان احنا عايزين نعمل اجتماع خاص بالأسرة كلها. خدمة الحاجة الى واحد، الخدمة دي ابتدت من خلال الأباء، هم اللي ابتدوا أسسوا الفكرة. كانت الفكرة ساعتها ان احنا الأباء قرروا ان هم يعملوا درس كتاب مقدس، يشرحوا فيه الكتاب المقدس للشعب. كان موجود أبونا برقام طبعا، كان هو مسؤول الشمامسة وكان معلم، ما كانش لسه عندنا معلمين. قضينا مع بعض تقريبا سنة أو أكتر شوية لغاية ما أبونا برقام بقى كاهن. أول ما جيت الكنيسة كان موجود المعلم إسحاق كمال كمرتل الكنيسة، وكان موجود في الوقت ده شريف مكرم، كان هو بقى اللي ماسك الشمسية في الوقت ده. مسكت أمانة شمامسة، الكلام دوت كان من سنة ما بين 2009-2010. جيت كان أبونا لوكاس عادل، كان اسمه أستاذ ريمون عادل. جيت كان مسؤول الشمامسة وكأمين على الشمامسة. في خدمة الشمامسة سيدنا نيافت الأنبا دانيال كان دايما يهتم أن البنات تحفظ الحان، فكان ينبه دايما يا ريت يا جماعه تشركوا البنات في حفظ الالحان. حصلت تطورات طبعا في خدمه الشمامسه، وجي بعدي استاذ مينا زكريا، وبعد كده استاذ دكتور ارساني رياض. انا فاكر بعد الكهنوت ابونا لما استلم الكنيسه كانت المنطقه فيها 80 اسره. طبعا 2013 كانت عدد الأسر كتر، وصلنا مثلا حوالي 500 أسرة في المنطقة. زرت الحضانة القديمة اللي هي في المبنى الخدمات هنا هوت اللي مسكتها صوني فايزة، وابتدت توريني وسائل الإيضاح اللي هي بتعملها وكده، وعجبتني جدا فكرة وسائل الإيضاح اللي هي بتعملها. بعد ما ابونا منسى اترشب كان بكام شهر كده طلع عندي الحضانة وعجبته قوي، كنت عاملة وسائل إيضاح للقصص كتير وعاملة ماسكات، فعجبته وقال لي احنا الكنيسة ما فيهاش وسائل إيضاح غير داتا شو، وده مش كل وسائل الإيضاح. الحضانة كانت في مبنى
في الأول خالص كانت في الدور الأرضي زي أوضة صغيرة كده أو مكتب صغير كده، كانت الحضانة هي دي كل حاجة. ياما ابتدينا بقى ننشأ الكنيسة اللي فوق ونبني مبنى خدمات، خدت دور في الدور الثالث. كانت الحضانة بدأنا بست أطفال، مع الوقت كل شهر ابتدى الأطفال تزيد لحد ما وصلنا بقينا 50 و60 طفل، فكانت الحضانة صغيرة جدا. كان في الوقت ده المبنى بتتبني اللي هي فيها دلوقتي الحضانة حاليا. خدمة الأرامل الأول، وأبونا قال لي طب ابتدي أنت، وشجعني يعني أبونا ساعتها إن احنا نبتدي خدمة الأرامل. وأنا فاكر دي كانت يوم ابتديناها كانت يوم 2/7/2015، وسميناها بخدمة القديسة طبيصة، لأن القديسة طبيصة في الكتاب المقدس كانت بتهتم بخدمة الأرامل والأيتام. ونشكر ربنا، كان أول اجتماع برضو كان مثمر، والناس كانت فرحانة قوي. البداية كان العدد مش كتير، كان حوالي مثلا 20 سيدة، بعد كده العدد زاد نشكر ربنا. سيدنا قال نعمل حضانة تانية جديدة، ففعلا أسسنا حضانة جميلة خالص. الحضانة بتخدم ساعة من 65 ل 75 طفل، كنات موجودين بالفعل في الحضانة. خرجنا بالفعل من حضانة لغاية وقتنا هذا دفعتين من الأولاد. أبونا منسى وأبونا إبراهيم بدأوا يقولوا لي إن إحنا محتاجين نبدأ برضك خدمة السمر سكول في الكنيسة، يعني إن هي فكرتها إن هي نخدم الأولاد بدل ما وقتهم ضايع في الصيف في الشارع أو في الألعاب أو كده أو موبايلات، نكون موجهين لطريق بطريقة إيجابية أكتر. طبعا إن إحنا نقول إن إحنا يعني في يوم وليلة إحنا عندنا كنيسة بعد طبعا 25 سنة أو أكتر من المكان ده، فدي بركة كبيرة. خطتنا مستقبلا إن شاء الله نحن نشطب كنيسة كلها من جوه بأيقوناتها. طبعا كنيسة بقالها 25 سنة معناها إن في خدام بذلت وتعبت في الكنيسة كتير جدا. ده يخلينا دايما يبقى عندنا انتماء لكنيستنا ونحب كنيستنا ونشوف عمل ربنا الحلو الجميل اللي ابتديناه وبقي حاجة جميلة جدا نشكر ربنا عليها النهاردة. المرحلة اللي بعد كده الكنيسة تستقر، يبقى مرحلة الجودة، الشعب يكون فيه انتماء أكتر للمكان، لأنه المكان أصبح بتاعهم، هو اللي بيخدم أولادهم، هو اللي بيروح لهم، الكهنة الموجودين هم اللي بيروحوا يزوروا في بيوتهم يحلوا مشاكلهم. 25 سنة التانية اللي هي تحسين الخدمات وجودة الخدمات في الكنيسة. كلمات فم الرجل الحكيم مفعمة بالنعمة، جمع 10:12. الحكمة والتواضع هما أهم صفاته، فهو الأب والشجاع والمدبر والأسقف القوي، صاحب الرؤية، إنسانا لا يجلبه المديح ولا يسعى نحو الكرامة. هو الأنبا دانيال مطرنا الحبيب الذي دائما يشجع أولاده ويسندهم في كل المناسبات في الفرح والحزن والضيقات. كانت كنيستنا هي من بكورة الكنائس التي شيدها نيافته في مطرانات المعادي، فقد كانت كنائس قليلة وازداد عددها في عهده. والآن مع كلمة نيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال مطران كرسي المعادي تابع. بسم الله والابن والروح القدس الان واحد، تحل علينا نعمته وبركاته من الان والابد امين.
ليلة جميلة فيها ذكريات وفيها أحلام وأمال. طبعا الكنيسة دي عزيزة عليا لأنه أول كنيسة اتبنت بعد ما أنا جيت المعادي. أنا جيت 93 ومن هنا الأرض ابتدينا نشتغل فيها من 94 أو ما بعدها. وكان في نفس الوقت مع الشغل هنا كنا بنبني كنيسة الأنبا بشوي اللي اتفتحت بعدها سنة سنتين على ما أتذكر، حاجة زي كده يعني. أشكر كل اللي اتكلموا، اللي اتكلمت بالقبطي، البنات اللي قدموا، اللي اتكلمت بالمشاعر الجميلة. أنا مش حافظ الأسماء، ما قالوش يعني رصوا الأسماء. الأطفال الصغيرين اللي اتكلموا. أشكر المخرج اللي عمل العرض والفيلم الجميل قوي. أشكر الآباء الكهنة اللي دخلوا واتكلموا في المحادثات اللي تمت دي. كل دي مجهودات جميلة. السيد المسيح أدانا مثل جميل قوي، قال حبة الخردل بذرة صغيرة جدا تنمو وتصير أكبر الأشجار. دي قصة كل كنيسة، تبقى حاجة صغيرة خالص تبتدي من ما فيش وبعدين تكبر وتكبر. الكنيسة دي نموذج، وما تفتكروش ان بناء كنيسة دي حاجة سهلة. في معوقات غير معوقات اللي اتقالت، في مشاكل بتحصل وفي فوائد. يعني عايز اقول لكم سر ممكن معظمكم يعرفوش. الاب واللي فوق ده شكله جميل، شكله جميل. لما نيجي جينا نبنيه قالوا العمدان ما ينفعش ان تعمل خرسانه، فالمهندسين افتوا انه يتعمل صاج ستيل يعني. فحد يشوف ده ستيل، ده شكله جميل ومن فوق برضو مش باين. ففي صعوبات بتيجي وفي مشاكل، لكن بالإيمان وبمعونة ربنا، ربنا بيبعت لنا ناس تحل كل المشاكل اللي موجودة هكذا. فأي حاجة بتتعمل دي توري إيد ربنا، إيد ربنا اللي بتعمل. ولما أقعد كده مع نفسي وأتذكر وأقول يعني الكنائس اللي اتبنت دي اتبنت إزاي، زي الذكريات اللي اتقالت النهاردة، إزاي ربنا عمل كل ده. إحنا بندور في الساقية وربنا بيشغلنا وربنا بيحل مشاكلنا. كمان أحب أشكر المجموعة الأولى، الأربعة اللي كانوا مع أبونا بشوي اللي تبنوا فكرة الكنيسة. زي ما قلت هم كانوا جايين من المعصرة، سكنوا في هذه المنطقة، لكن كان عندهم إيمان شديد إنهم يعملوا كنيسة، وكان عندهم حماس. بس في حاجة نقطة مهمة قوي، عمرهم ما اتخانقوا مع بعض ولا اختلفوا، كانوا إيد واحدة وسند مع بعض، وكانوا يلفوا مع بعض ويتعبوا مع بعض ويخدموا مع بعض. أنا أعتقد إنه نجاح كبير من أسباب الكبيرة للنجاح هذه الكنيسة هي المجموعة الأولى اللي حطت الأساسات واللي بدأت واللي تعبت واللي سعت إلى إنه الكنيسة تبتدي. البعد كده جت سهل لأنه المكان موجود، الاعتراف بيه موجود، كل الأمور مشيت، خدت لها وقتها وخدت لها فلوسها وخدت لها كل التعب بتاعها. لكن البداية الحب اللي كان موجود ده يدينا درس ان احنا عشان نبني بيتنا، نبني حياتنا، نبني كنيستنا، ينبغي ان يشملنا بالحب. الحب يشملنا ويغطينا. لو هم اتخانقوا مع بعض كالعادة يعني من اول مرحلة، ما كانتش الكنيسة دي اتعملت ابدا. هيتخانقوا مع بعض وكل واحد يروح لحاله وخلصت. لكن حبهم لبعض ومساعدتهم مع بعض ومعونتهم مع بعض كان ليها دور كبير جدا. بعد 25 سنة ماذا تريدون؟ ماذا تنتظرون؟
المباني يعني بقت جميلة كويسة، فاضل حاجات بسيطة تكلف لها 3 4 5 مليون كده، كلام فاضي يعني بالنسبة اللي اتصرف يعني، مش ده اللي بنفكر فيه، مش ده الهدف. لكن الهدف الكبير ان احنا الكنيسة بتتعمل من اجل الخدمة الروحية. المباني وسيلة، الأسقف والكهنة والخدام وسيلة، كل اللي موجود في الكنيسة وسيلة عشان خدمة روحية من أجل الشعب. والخدمة الروحية دي مش مسؤولية المسؤولين في الكنيسة بس، دي مسؤولية كل واحد فينا. لو كل واحد خدم أسرته، لو كل واحد خدم الناس اللي حواليه، لو كل خادم حاول ويخدم اللي يعرفهم، الخدمة الروحية هتمتد. احنا خلصنا الخدمة الأولى الأساسية هي المباني والاستعداد ليها، لكن نكمل بالخدمة الروحية اللي مطلوبة من كل كنيسة. فناخد شعار الفترة القادمة ان احنا نحول خدماتنا كلها لخدمة روحية. خدمة روحية يعني خدمة عميقة توصل الناس للسماء، من الطفل الصغير للإنسان الكبير. أكرر شكري وأشكر الآباء اللي جم حضروا وشاركوا في هذا الاحتفال، ومشكلة الاحتفال ده نهفت علينا فتحات بعد كده، كل شوية نلاقي كنيسة تعمل 25 و25 وهكذا. أنا مش حافظ بالدور، يمكن أبونا أثناسيوس حافظ التواريخ، لكن أعتقد هي مبشوري بعدها مش كده؟ لا هم 2000، مبشوري قبل 2000. فأصل أنا فاكر ليه؟ لأنه لما جم عكسه في هذه الكنيسة، فوزير الداخلية خد له كلمتين من الرئيس حسني مبارك، فكنا بنشتغل في مبشوري وابتدينا نشتغل فيها ونصلي فيها، فراحوا اشتكوا للوزير الداخلية، فقال لهم مش عايزين مشاكل تاني مع المعادي، سيبوهم يعني خايف من. فده اللي فكرني ان هي بعدها على طول. برضو قصة ابو سيفين دي خدت لها مدة طويلة. برضو احنا هذه الكنيسة تمتاز بميزة جميلة ان احنا جنب جبل ارسانيوس. الجبل ده ليه قصة كبيرة جدا، هيجي وقت ونتكلم فيها، ونتكلم فيها بالتفصيل، هيجي وقت. لكن هو جبل مشهور له تاريخ، وكان فيه اديرة عديدة، وفيه قديسين كتير طلعوا فيه، بطرك طلع منه، فصلوا انه ربنا يدبر هذا الموضوع ونقدر نعمل فيه حاجة كويسة تفيد المنطقة. كل سنة وانتم طيبين، وألف مبروك وألف شكر على كل تعب عملتوه. وقد صار لي خلاصا، فما أحلاك يا كنيستنا وما أحلى حبك لينا، دايما منورة ترشدينا وفي حضنك تضمينا، جمعتي في حضنك كل الناس، فأنت الأم الأغنياء والفقراء، أكرمتي معلم الأمراء وجذبتي اللص والغرباء. عشان كده فريق كنيستنا هيشاركنا النهاردة بعمل فني جميل عن الكنيسة اللي احنا عايشين فيها، ومع كورال معلم الأمراء. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهارده احنا فرحانين جدا بوجود سيدنا وسطينا، وفرحين اكتر بوجودكم معانا.
فريق الكورال في الكنيسة بدأ من أول ما أنشأنا الكنيسة نوت كان في كورال الكنيسة. كل اللي كانوا بيخدموا في الكورال وهم صغيرين واللي كانوا بيتخدموا هم صغيرين دلوقتي أصبحوا هم خدام الكورال، يمكن في منهم أولادهم في الكورال دوت. احنا كنا حابين الخدام اللي كانوا زمان أطفال في الكورال هم اللي قدموا العمل، لكن انشغالاتهم أوفدوا ولاد الكنيسة كلهم متمثلين في كل الفئات ان هم يفرحوا معاكم ويرنموا ترنيم حلوة جميلة. الكورال دوت في كل أولاد الكنيسة هيتكلم معاكم عن ترنيم كلها تخص الكنيسة، وهم تعبوا قوي فياريت تتبسطوا معانا وتفرحوا وسطينا. Now we're
اتربيت من صغري فيها جوه مدارس الآحاد، تفرح بيا وافرح بيها أصل إيماني فيها زاد. أبني مبانيه على تعليمها وأطاوع كل إرشاد. يا إلهي حافظ عليها ويدوم على مر الأوقات. والمسبح ببهاء ومجده شايفينه بعنينا، يدعينا لوليمة بهية من السما لينا. جسد ودم مجد وافرح وسلام سما تانية لينا، ودوبي دوبي فينا. سيبني سيبنا يا مجيدة كل ما فيك جميل، جوهرة في الكون فريدة غالية عليك يرى، مجد عليك يرى، وإن غطى الأرض ظلام مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، مجد عليك يرى، أرض ظلام مجد عليك يرى. كنيسة يا ويا يا مدينة الصلاة، نفتديكي بالدماء، نفتديكي بالحياة، نفتديكي بالدماء، نفتديكي بالحياة. Yeah.
تشمل الجموع وتقدم لهم حب يسوع بحنانك، تشمل الجموع وتقدم لهم حب يسوع. جمعت الأبيض والأسود وحضنت الأسياد والعبيد، جمعت الأبيض والأسود وحضنت الأسياد والعبيد. يا أم الأغنياء والفقراء، مدرسة الأمي والحكماء، أم الأغنياء والفقراء، مدرسة أكرمت معلم الأمراء وجذبت اللصة والغرباء، نهديك أرواحنا نفديك بدمانا ونقدم نفوسنا فداك، نهديك أرواحنا ونقدم نفوسنا فداك. Thank you.
احنا بنشكركم انكم استحملتونا العشيه ديت، والولاد فرحانين جدا ان نكون موجودين معاكم. بس بالامانه احنا بنحب نشكر كل الاولاد وكل الاهالي اللي سمحوا لاولادهم ينزلوا يعملوا بروفات اثناء المذاكره. معظم الولاد دول ثالثه اعدادي وثاني اعدادي، وفيهم في ثانوي وفيهم في جامعات وفيهم بيشتغل. فانا بشكر كل اب وام سمحوا لاولادهم ينزلوا يحضروا بروفات، وبشكركم كلكم يا اولاد لان انتوا تعبتوا جامد جدا في البروفات ديت. هم عملوا بروفات في شهر ونص. حابب كمان اشكر تصوني ناديه اللي هي عملت لنا الملابس ديت. الملابس دي جاهزه؟ مش جاهزه، احنا فصلناها في 5 ايام بالعدد. البلوزات ديت دي هاند ميد، هاند ميد احنا عاملينها هنا ما اشتريناهاش من بره. كلمناها وهي للامانه في خلال 5 ايام عملت لنا كل المجهود الجميل دوت. انا بشكرها مره ثانيه. كمان بشكر استاذ روبير لانه كان بيبذل كل جهد عنده في البروفات، وبنشكر سيدنا انه سمح لنا نقدم العرض دوت. سيدنا كمان سيدنا عامل لكم هديه حلوه خالص، اتفضلوا خدوا من سيدنا. يلا اتحرك كده. استنى سيدنا يستر معاك. هم اللي طلبوا. ممكن سيدنا؟ معلش. هم اللي قالوا نيافتك، البنات اللي طلبوا. انت هتتعبوا سيدنا، خلي بالك. التربية الكنسية بكنيسة الأنبا أرسانيوس. مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. اليوم النهاردة طبعا يوم جميل جدا، ويمكن يترسم في حياة كل واحد فينا. في الحقيقة أنا ما سجلتش معاهم لأن أنا قلت أنا مش تاريخ، يعني التاريخ طبعاً باشمهندس ماجد وأستاذ ذكري وأبونا توادرس وكل الخدام اللي قبلينا، يعني فما كنتش مستحق أن أنا سجل معاهم خالص يا سيدنا. لكن أنا مبسوطة قوي سيدنا سمح لي أن أقف وأتكلم باسم التربية الكنسية. إحنا في التربية الكنسية صوت، زي يمكن ولو قلنا إحنا صوت نبقى يعني بناخد حق كبير، لأن ده كان اللقب اللي اتقال عليه يوحنا المعمدان إن هو صوت. إذا كان العظيم قال على نفسه صوت، فإحنا يعني لما نقول إن إحنا صوت بس. فاللي بيقود الكنيسة هو الروح القدس.
من خلال طبعا الآباء وسيدنا المطران وسيدنا البطرك. ومن أحلى الحاجات اللي أنا تعلمتها من سيدنا في الحقيقة إن إحنا نقدس اجتماعاتنا. يعني سيدنا في اجتماعات الأمانة العامة مش ممكن في مرة ما يكونش موجود غير لو هو مسافر برا مصر، والاجتماعات دي هي اللي بتقود الكنيسة في المطرانية المعادي. وأنا يعني ضعفي يعني اتعلمت إن إحنا فعلاً إن اجتماع الأمانة أو اجتماع الأمنة في الكنيسة ده اجتماع مقدس، المفروض إن كلنا بنكون يا سيدنا مواظبين عليه خالص كل الأمنة، لأن من خلال الاجتماع دوت بناخد كلمة روحية، بناخد تدبير إداري، وده يمكن أنا اتعلمته برضو من الأمن اللي قبلي سواء الباشمهندس ماجد أو أستاذ ذكري، دول اللي أنا عصرتهم، وقدس أبونا كراس أستاذ جاك علمني برضو حتة إن ينبغي إن هذا يزيد وإني أنا أنقص يعني. فاجتماع الأمانة ده اجتماع مهم جدا لأنه بيقود الكنيسة، قيادة الكنيسة هي بالروح القدس، وكنيستنا هي منارة منارة العالم، والمنارة لما بتضيء بتضيء من جوه، والإضاءة اللي من جوه دي هي بقى الوقود اللي هم الخدام. في الحقيقة الخدام في أي كنيسة هم وقود أي كنيسة. من ضمن الحاجات الحلوة خالص في كنيستنا إن إحنا ابتدى يبقى عندنا من رحم كنيستنا أمنا ومساعدين. يعني إحنا دلوقتي سيدنا من ولادنا اللي في التربية الكنسية اللي اتولدوا في الكنيسة بقى عندنا تقريبا 7 أمنا، بقى عندنا تقريبا أمنا مساعدين 9 مثلا. السنة دي كان يعتبر أول سنة ابتدينا ندخل ولادنا الصغيرين شباب، كلنا يمكن كنا من السنة اللي قبليها كنا كلنا جايين من كنائس بره، كلنا كل الأمم من أيام كنيسة جت. السنة دي أول سنة يبقى عندنا أمنا من شبابنا، ودي كانت حاجة جميلة خالص. الخدام بقى عندنا خدام كتير، يعني احنا 173 خادم بالأمنا، غير عندنا حوالي 20 تحت التدريب اللي هم فصول الإعداد الخدام. وإعداد الخدام دي احنا بنسميها رحم الكنيسة، لأن رحم الكنيسة هم اللي بيبتدوا تطلع بقى اللي هم هيقودوا بعد كده. نتمنى خالص ان يجينا يطلع من ولادنا دول الكاهن والأمين العام والأسقف والراهب، وده هدفنا وده أملنا ان احنا هنا في ملكوت الله داخلنا وهنكملها هناك في السماء، وده هدف سيدنا اللي قاله دلوقتي ان احنا الكنيسة تبقى هدفها هدف روحي. أتمنى أن اليوبيل دوت يكون نقطة حماس لينا كلنا، وكلنا بفرح ونعمة نقود ونكون صوت للروح القدس اللي بيتكلم جوانا. أشكركم وأشكر سيدنا اللي اديني فرصة أن أنا أتكلم، وكل سنة وانتم طيبين. اسمحوا لنا نكرم دلوقتي الآباء الأساقفة والآباء الكهنة اللي تعبوا معانا في بداية الكنيسة، والخدام اللي خدموا من بداية الكنيسة واستمروا معانا لحد دلوقتي. مدير الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أنبا إيسيزوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء البراموس، الأستاذ المرحوم جرجس كامل جرجس، صح؟ أول مجلس الكنيسة المتنيح القمص بشوي بشاي رئيس المجلس، وتسلم عنه حفيده الأستاذ بشوي وجيه، الأستاذ المرحوم يوسف يعقوب أمين الصندوق، ويتسلم عنه الأستاذ كرم صبحي.
الأستاذ المرحوم بتوجه باسم الكنيسة وباسم أسقفنا الحبيب الأنبا دانيال بالشكر لأبونا إبرام لأنه افتكر المتنيح يوسف يعقوب بالرغم من انتقاله للسماء من عدة سنوات وبالرغم من أن هجرت أسرته بالكامل لأستراليا وما فيش حد موجود من أسرته يتسلم الهدية تذكر ضعفي أنا حما ابنه مينا يوسف يعقوب ودعاني لاستلام الهدية لوصلها لأهله. أشكركم يا أتصابونا. أشكر أتصابونا إبرام. الأستاذ المرحوم مكرم يسع عضو المجلس ويتسلم عنه مدام شيرين فايز. الأستاذ عزت ملك عضو المجلس. كهنة خدموا فترة قصيرة قبل رسامة أبونا القمص أثناسيوس فوزي كاهن كنيسة السيدة العذراء بدار السلام. القمص أرسانيوس فهمي كاهن كنيسة الشهيد العظيم أبو سيفين. أباء كنيستنا المحبوبين القمص إبراهام عبد الله. والقس منسى سعيد. خدام أصبحوا كهنة ورهبان القس تودروس رزق كاهن كنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس كوتسي. القمص داود مكرم كاهن كنيسة الشهيد العظيم ماري جيركس. القس كراس جرجس كاهن كنيسة الأنبا بشوي حاليا الراهب القس أورانيوس السورياني كان مرتلا للكنيسة من سنة 2005. القس لوكاس عادل كاهن كنيسة الصليب حاليا وكان أمين للشمامسة. القس ربامون كرم كاهن عام لأبرشيتنا المعادي حاليا وكان مسؤول عن بيت المغتربين بكنيستنا. الخدام الذين أعطوا عطايا متنوعة المهندس نير فخري الأستاذ المرحوم خليل لبيب وتسلم عنه مدام ماري خليل. الأستاذ المرحوم تفضلي من هنا. الأستاذ المرحوم كميل قلادة وتسلم عنه الأستاذ هاني كميل. المهندس المرحوم شوزيف وديع ويتسلم عنه مدام مادونا شوزيف. دياكن أغاسون صلاح ويتسلم عنه الأستاذ بشوي صلاح. المهندس المرحوم لمعي نعمة الله ويتسلم عنه المهندس مينا لمعي. المهندس مفيد عيات.
المهندس إيميل توفيق. المهندس نبيل يوسف. المهندس نادر إدوار. المهندس عوني سعد الله. المهندس ماجد مكرم. اللواء سمير حنة. الأستاذ سمير رياض. الأستاذ يوسف عبد الله. الأستاذ سعيد مريد. الأستاذ تامر. تكريم خاص لأسرة المرحوم المرتل إسحاق كمال، أول مرتل للكنيسة، نتسلم عنه مدام نرمين عطلة. الأستاذ صفوت سامي، أول مسؤول لبيت المغتربين. خدام الكنيسة الذين بدأوا الخدمة واستمروا يخدمون بها حتى انتقالهم للسماء، المرحومة تصوني مجدة فكري، وتسلم ابنتها إيريني وائل. المرحوم المهندس عدلي ميخائيل، وتسلم عنه الأستاذ مايكل عدلي. خدام الكنيسة الذين بدأوا الخدمة ومستمرين إلى الآن، تصوني نادية زكي. تصوني أمل لمعي. الأستاذ شريف مكرم. الدكتور بشوي عزت. الأستاذ هاني زكريا. الخدام الذين خدموا بأعمالهم، الأستاذ المرحوم وديع عبد الله، وتسلم عنه مريز عبيد. الأستاذ ميشيل سمير. الأستاذ صبري فرج الله.
تصوني فايزة مهاوي. عم عبد الله رزق. وأخيرا أعضاء مجلس الكنيسة الأستاذ عادل صليب، المهندس رياض إسحاق، الأستاذ رفعت منير، الأستاذ كامل جرجس، الأستاذ ماجد يحيى، المهندس رفيق خلف، الأستاذة نعمة كمال، الأستاذة منال فوزي، الأستاذ ميخائيل حفيظ، الأستاذ وجيه القمص بشوي. سيدنا هيا ناخد صورة مع الخدام اللي اشتركوا في الحفلة النهاردة، كل القيادة المنظمين، تصوني مها، تصوني إيمان، الأولاد فين بافلي، تفضل يا بافلي تعالي يا حبيبي، ميرا تفضلوا، سيد بشوي تفضلوا كلكم. أحب أشكر جدا المهندس مايكل سامح اللي أخرج الفيلم، موجود معانا، تفضل ديفيد تعال، تفضل تعال عشان ناخد صوره مع سيدنا مرسى ومارينا وكل الناس اللي خدمت في الاحتفال دوت. يعني في ناس كتيره تعبت، مفيش داعي ان احنا نذكر اي حد عشان ما ننساش حد، لكن في الحقيقه كل الناس دي تعبت بجد، يعني بذلوا مجهود كبير جدا، نشكرهم ونشكر سيدنا على احتماله، وعلى نشكركم كلكم على يعني كنتوا احتملتونا الفتره دي كلها، اشكركم. كمان بنشكر أستاذ ريمون تصوير، نشكر بشوي صلاح المكسر والصوتيات، نشكر أسرة الشمامسة المعلم بشوي وكل الشمامسة اللي متعونا بالعشية النهاردة. كمان من الأساس نشكر أولادنا أسرة الكشافة على عملهم وعلى تنظيمهم، ربنا يعطيهم نعمة وبركة. أبونا منسة، أبونا منسة تعال أحضر. راح فين؟ بسرعة. Jézus szevetrikei, oké, agyobb nev matikeninkai,
كيسوسيون استونيو آمين تنوشي بوليف غويم موجيو بن شوي سيسوس بي ريستوس بي ميسي ايبول خينفيوت خاقو او اني او انتيرو سوتي امونو وهنا ينان اكيد شيت خاليس امو يسيستيمت اوي بنتي ملشي سيدك تيمت خلو ينتي ياكوب بينو جنها انتي مرسو صالة بيكا تيرسود بنتي داويد تي صوفية انتي صو لومون بابن مام بركليتون فيه طفئي جني ابو طولو سب شوي سفئي عريب انخن مبتاهو يرد فين بنيوت الطايوت عشيرت بابا ابا طاوادروت نم بنيوت متروبوليتيس ابا دانية لفنوت انتد فتقرو اوهي جنو اثرونو سنان ميشن روم نم هنسيو انهيري نيكون انتف سبيو انو قاجي تير صابي سيت انو اتشالفجي كولم توبي بخريستو سيريه كنت فكان النوم ناني بولخن اوهرين كتاب فنشتنا كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه فلوغيسون امين اسمه ايرو اسمه ايرو سيميتان يكوني ايفول قنبي اسمه يا ترى صلى علينا بارك نوزرون حمنا رب خلص شعبك بارك مراسك رعام ورفامي الابد ارفع شأن المسيحين بقوة الصليب النوحي بالسؤالات الباص ناقص ترى مريم وجميع مصاف الملك ورؤساء الملك ورؤساء الاباء والانبياء والرسل والشهداء والقدسين كله باص الصليب وبركه القديسه العذراء مريم اولا واخيرا بركاته المقدسه ونعمتهم وشفاعتهم ومهمتهم معانتهم فلتكن معنا انبياء خريستوس بن نوتي امين ساشوبي اقور انتهرين مهنا انت كنيسه من انت كشوكتا تجومنا بيونا بسونا بيونا شاني امين اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماء قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أكففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا الذنوبين لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة عايزين ياخدوا صورة للكنيسة كلها ممكن تقعدوا دقيقة واحدة هنقعد نتصور بس صورة واحدة بس كده وبنشارك